مرحبا بكم في هذه النشرة المباشرة من آخر مستجدات فيروس كوفيد. إذن نشاطر صديقي وزميلي شاكر بشيخ في الرسالة اللي قدمها: حمل الكمامات واجب 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 وضروري حتى نحميه الناس العزيز علينا. إذن يرافقني هذه الليلة وفي هذه الحلقة الدكتورة والأستاذة سندس بكار، وهي رئيسة وحدة طب الشيخوخة بمستشفى محمود المعتري بأريانا. مرحبا بك دكتورة. إذا البداية باش تكون مع آخر الإحصائيات، التحاليل اللي تعملت أخيرا هي 1000 نشوفوا مع بعضنا الخريطة. إذا نشوفوا مع بعضنا الخريطة. إذا التحاليل نتاع البارح اليوم بالطبيعة 4/15 هي أعطت 241 تحليل إيجابي، 1131 هو عدد التحاليل اللي قاموا بها المختصين، 6 وفيات الله يرحمهم وينعمهم ويصبر أهاليهم، 133 شخص موجودين بالمستشفيات لتلقي العناية، 36 منهم في الإنعاش، منهم هلي في الإنعاش 14 تحت التنفس الاصطناعي. هام جدا اللي معرفة ذلك، لأنه الحماية تقعد ديما هي أهم شيء بالنسبة للناس الكبار في العمر واللي موجودين في أقسام الإنعاش. إذا الحالات المؤكدة في تونس تصبح 7623 حالة مؤكدة، الحالات الشفاء 2262، الحاملين للفيروس اللي مازالوا هما 5238، كما قلت عدد الوفيات كان 6 حتى ينضاف للعدد الفارط اللي 117 حتى يصبح العدد 123 حالة وفاة، الله يرحمهم ويصبر أهاليهم. إذا التحاليل الجملية هي 179,035 تحليل. نزيد نعطي رقم آخر اللي هو عدد الحالات النشيطة اللي هما 5238، فيهم 725 حاملين للأعراض، نشوفوا عندهم الأعراض. إذا هذه التوزيع عبر الولايات من خلال هذه الخريطة. شوفوا للخريطة اللي بعد اللي تعطينا فكرة على نسب الحالات الحاملة للفيروس في أكبر الولايات، نشوفوهم مع بعضنا كان أمكن. إذا الخريطة اللي بعد شوفوا بطبيعة نقعد نقارن ديما تونس العاصمة بنعروس وكذلك جيبس، أكبر عدد لحاملي الفيروس هو بمدينة جيبس والعدد هو 900 عفوا ببنعروس 919 حال، تونس العاصمة 761، جيبس 754، سوسة 576، المنستير 470، أريانا 278، الكيف 201 و 137 بالقيروان، قبلي 101 و 118 بمدينة، الباقي كل أقل من هذه الأعداد متفق. نشوفوا الجرافيك اللي من بعده يعطينا فكرة على نسبة الحالات في تونس. 7623 اللي تزادوا بعد 27 جوان هما 84 حالة اللي هما 6422. الجرافيك اللي بعده إذا 69% حالات الحاملة للفيروس، الشفاء 29%، حالات الوفيات 2%، و 2% من حالات الحاملة للفيروس هي موجودة بالمستشفيات، عناية مركزة وعناية تحت التنفس الاصطناعي بالطبيعة. إذا الجرافيك اللي بعده نشوفوا التحاليل، إذا التحاليل نقصوا بالمقارنة مع الأيام الفارطة، كنا شفنا وقت البارح 6118. اليوم 1131 فقط، هذا ما يخلينا نشوف الكورب نزول عدد التحاليل، وبطبيعة 241 هما تقريبا كانوا 10% من نسبة التحاليل تعطي هي الإيجابية، توا ولاو 20% يعطيوا من نسبة التحاليل حالات إيجابية. الجرافيك اللي بعده هذه هي إذا عملية التصاعد بالأرقام، وفي الأرقام نشوفوا الناس المقيمين بالمستشفيات في الجرافيك اللي بعده والناس اللي موجودين بالإنعاش، الفارق كبير لكن كما قلنا ببطء الحالات اللي في الإنعاش. وحالات الوفيات نشوفوها من بعدنا قاعدة تطلع، طلعت إذا 6 البارح. إذا هكا وفينا مع الجرافيك. كما كنت نقول أنه حمل الكمامة هو ضروري وهام جدا. شوفوا هذه الومضة قبل ما نبدأ في الحديث عن ربما خاصية الناس المسنين فيما يخص فيروس وتأثيره على
الأمراض اللي عندهم وعلى حالتهم الصحية. شوفوا هذه الومضة، ارتداء الكمامة من بين أهم وسائل الوقاية اللي تنجم تعاوننا باش نحميو رواحنا ونحميو غيرنا ونساهمو في الحد من انتشار العدوى بفيروس الكوفيد 19. ولبسان الكمامة ولا ضروري وإجباري بموجب قانون في جميع الفضاءات والأماكن العمومية المفتوحة والمغلقة التالية: المستشفيات والمساحات العمومية والخاصة، المدارس والمعاهد والكليات ومراكز التكوين، رياض الأطفال والمحاضن والكتاتيب، وسائل النقل باختلافها، الفضاءات التجارية، الفضاءات المخصصة للأنشطة الاجتماعية الرياضية والثقافية والترفيهية، الجوامع والمساجد والزوايا وسائر أماكن العبادة، الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة، المطارات والموانئ ومحطات النقل العمومي. وكل من يخالف القرار هذا باش يعرض روحه للعقوبات اللي حددها القانون. والكمامة ما تنجم تكون ناجعة ومفيدة كان كي نستعملوها بطريقة صحيحة. أولا يلزم يدينا تكون نظيفة قبل ما نلبسها، وكي نحطها على وجهي لازم تغطي خشمي وفمي مليح. ثانيا كيف باش نحيها، لازم نشدها من الأطراف ومن غير ما نلمس القماش اللي من قدام. كل بلاصة تمشي لها وانت لابس الكمامة تكون حميت روحك وساهمت في تقليص نسبة العدوى في محيطك. ما تنساوش اللي الحماية من العدوى من الكوفيد 19 ما تنجم تكون كاملة كان كي نلتزموا بلبس الكمامة ونحرصوا على غسل يدينا بانتظام بالماء والصابون أو استعمال الجل المطهر واحترام التباعد الجسدي على الأقل متر بيننا وبين الناس الآخرين. لبس الكمامة وقاية ذاتية لحماية جماعية. إذن هي وقاية جماعية بالفعل. فما شكون يقول لي السويد ما تحملش كمامات، لكن هذا اختيار الدولة والسويد ما هيش تونس. إذاك علاش يزوكم تكملوا تحملوا الكمامات، وخاصة خاصة تلتزموا بكل ما هو وقاية ونجم يحميكم، خاصة يحمي العزيز عليكم الناس الكبار في العمر. إذن قبل ما نبدأ نتحدث على خاصية المسنين وتأثير الفيروس كوفيد على الناس اللي عندها أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم واضطرابات في الجهاز التنفسي، حبيت عندنا بعض الروبورتاجات ما عديناهاش، يعني ساعات ضيوفنا نلتزم بأنهم يكونوا حاضرين نظرا لأهمية المادة اللي قدموها. إذا نشوفوا مع بعضنا هذا التقرير اللي صور الأسبوع قبل الفارت، تظهر لي أي قبل الفارت، وهو المستشفى العسكري بجابس والعمل اللي كانوا يقوموا به وما زالوا يقوموا به إلى حد الآن بالمدينة. نشوفوا هذا الروبورتاج ثم نعود. هنا في المستشفى العسكري بجابس انطلقت منذ تفشي كورونا في الصين الاستعدادات لمجابهة هذا الوباء. داخل هذا المستشفى تم تركيز وحدة لكوفيد 19 تم تطويرها بعد أن شهدت منطقة الحامة وجابس انتشارا واسعا لفيروس كورونا. والمسار بديناه من اللي بدأت الجائحة، معناها في الصين في آخر ديسمبر جانفي 2020 بدينا في التحذيرات، دونك على خاطر استنينا اللي هي تكون جائحة كبيرة، دونك بدينا في التحذيرات الفورماسيون تاع بيرسونيل. هذه الوحدة تم تجهيزها بعدد من أسرة الإنعاش وبآلات التنفس الاصطناعي اللازمة لإنقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا والذين يحتاجون للإنعاش الطبي. فما سيركوي مصغر كيف ما اللي شفتوه من الأول، ومن بعد في المرحلة هذه اللي فما الوباء تفشى عند خواتنا اللي في الحامة وفي جابس، دونك كبرنا في اليونيتي متاعنا وليت بالشكل هذايا، ترفع توا ستة أسرة متاع عناية مركزة اللي اكستنسيبل نجم نزيدوهم، وفما 12 فرش بالأكسجين مع بالطبيعة واحدة ما قبل الكوفيد بالنسبة للمرضى اللي مشتبه فيهم، دونك هذوما ما نفصلوهم على المرضى اللي مثبت عندهم كوفيد. في المستشفى العسكري بجابس الكل يعمل من أجل إنجاح الجهود المبذولة في مجابهة فيروس كورونا، والعمل يتم في تنسيق تام مع المستشفى العسكري الميداني الذي تم تركيزه بالمستشفى المحلي بالحامة ومع الإدارة الجهوية للصحة بجابس. وفروا لنا تجهيزات هذه في أجهزة العناية كيف ما أجهزة الريسبيراتور، دونك أجهزة التنفس الاصطناعي، وكيف الوسائل معناها لي مويان دو مونيتوراج، دونك والوسائل الحماية اللي لازمة، دونك هذوما الكل توفروا بالكمية اللازمة
وديما بالتنسيق اذا كان سي جامي كيف ما قلت لك نستحقوا احنا حاضرين لل اذا كان لقدر معناها مازال تفما الوباء هذا يتطور نجموا نكبروا اليونيتي نتاعنا. إذا نعود إلى موضوعنا معك دكتورة سندس بكار. كشفت بيانات صحية أنه الكبار في السن والمسنين هما عرضة أكثر للوفيات بفيروس كوفيد أكثر من الناس اللي أقل منهم واللي أقل أعمارهم من 40 سنة. علاش؟ هو ليزي أكثر عرضة أنهم يقدر يموتوا، لكن زيادة أكثر عرضة أنهم تكون عندهم لفورم غراف معناتها المضاعفات. علاش؟ على خطر هي مسألة مناعة بالأساس. المسن تعرفوا بالوقت كيف يقدم في العمر المناعة تنقص شوية، ما يسمى بتشيخ المناعة. هذا بطريقة فيزيولوجية، يعني في حد ذاته ما هوش مرض، معناها فما تشيخ للمناعة. أي المناعة تنقص، هذاك علاش الانفكسيون حتى الغريب العادية الانفلونزا العادية تأثر وتنجم تقتل المسن. لكن إضافة إلى ذلك فما العديد من الأمراض المزمنة اللي هي بيدها تنقص من المناعة وتخلي المسن يوصل في مرحلة اللي مناعته تنقص شوية. إضافة إلى ذلك عديد الأدوية اللي ياخذهم على خاطر هو عنده برشا أمراض، دونك ياخذ برشا أدوية. فما بعض الأدوية، يعني الأدوية تضعف في المناعة. فما بعض الأدوية مش برشا، ما فما بعض الأدوية إضافة إلى السكري وارتفاع ضغط الدم هل يساهموا في تضعيف المناعة؟ أكيد طبعا، وخاصة السكري أكيد. ألوغ هنا فما معناتها دون لي دو سونس، السكري يخلي المناعة تنقص شوية، يخلي المسن المريض بصفة عامة مناعته ناقصة، أي جرثومة أي حاجة تنجم تعمل تعكرات كبيرة اللي ما نشوفوهاش عند الإنسان، قد ما نشوفوهاش عند الإنسان اللي ما عندوش نفس المرض. دونك هذه مجموعه مع من العوامل. فما بعض الواحد كما مثلا الشيميو، الناس اللي مرضى لطف بمرض السرطان الدواء اللي ياخذوه ينقص ياسر في المناعه، دونك هذاك علاش لازمهم يستحفظوا ياسر ياسر. المسن زاد عنده اشكال في التغذيه، والتغذيه تعرف العائلات يقولوا لنا راهو صعيب صعيب في الماكله، ما هو مش صعيب، راهو يولي ما عادش ياكل مليح، بدنه يولي ناقص، الحاجات الهامه واللي تقوي في المناعه يولي ما عادش يحب ياكلها، هذوما الكل عوامل تخلي مناعته تنقص شويه، معناتها ما يردش الفعل معناتها ضد الجرثومه كما انسان اصغر في العمر. المناعه عند المسن نجموش نقول انها تتصرف بطريقتين، يا المناعه هيش تعمل كي يدخل لها حاجه من برا يدفع بالقوي بالقوي، والا ما تدفعش بالكل. يعني اذا كان المناعه هالاضطراب اللي يصير في التشيخ نتاع المناعه، هل هذا صحيح انه ينجم المسن كيف تدخلوا هالجرثومة يدافع بالقوي وتصير فما التهابات، وإلا العكس فما ناس أخرين مسنين كيف يدخلوا لهم الفيروس الرياكسيون نتاع الدفاع نتاع الجهاز المناعة يجي مخر، هذا ما يخلي الباب مفتوح للحرب اللي يعملها فيروس في الجسم. هو الجرثومة كيف تدخل فما مجموعة من الرياكسيون من الحاجات اللي يصيروا في البدن، ردة الفعل، ردة الفعل باش تحارب. ودايوغ الدليل هو السخانة، وقت اللي تطلع السخانة راهو عادة حاجة باهية، هذاك دليل على أنه البدن قاعد يقاوم يقاوم، يصنع دي زانتيكور، يصنع هرمونات ودي زنزيم اللي يحاربوا، ولكن النتيجة متاعهم ارتفاع درجة الحرارة. ساعات ما فماش ارتفاع درجة الحرارة بصفة عامة نحكي عند المسن، وزما نعرفوا هذه حاجة ماهيش باهية برشا، خاطر تنقص مادام السخانة طلعت هذاك دليل انه هو قاعد يحارب. عند المسن الرياكسيون معناتها ردة الفعل تكون ماهيش كبيرة برشا، لأنه حتى معناتها كيما في الحرب حتى يتلموا الجيوش وحتى يبداوا ردة الفعل تكون مخر شوية، تكون الجرثومة ديجا قدمت، ديجا عملت حاجات مضرة، طريقة الرد مؤخر شوية، معناتها ماهيش مهمة برشا، يعني صغيرة ردة الفعل، ماهيش كيما منتظر، ردة الفعل تكون محدودة لوكال في بقعة معينة، ماهيش كيما احنا نحبوها باش تنجم تتغلب على الجرثومة. هذا ينجم يلزنا ان نقول انه ردة الفعل مش هي نفسها عند المسنين الكل.
أكيد. أولا مش كيما مسن عمره 65 سنة كيما مسن عمره 90 سنة، معناتها ردة السيستم المناعة مازال 65 سنة مازال ينجم يكون شادد روحه. أنت والنوع الأمراض المزمنة الأخرى اللي ياخذها، أنت والنوع الأدوية الأخرى اللي ياخذها، أنت وطريقة التعامل الإنسان مع الأمراض الأخرى، أنت وقوته البدنية، أنت وقوته إذا كان يدخن ولا ما يدخنش، إذا كان عنده نمط عيش سليم وإلا لا، كلهم عوامل تأثر. وذاك علاش تو نشوفوا بعض في الحماية لازم نحاولوا نحسنوا قدر المستطاع نمط العيش الصحيح. فما برشا ناس مسنين كبار في العمر، كنا شفنا دي ريبورتاج مش في تونس فقط، احنا مازلنا ما تخناش لانه احتراما ليهم، فما برشا ما يحبوش يدليو بالشهاده نتاعهم اللي مرضوا وبراو، برشا مسنين متقدمين في السن البرة براو ومنعوا منها. معناها حسب رايك انت شنو اللي يخلي مسن بالرغم من بعض الامراض وبالرغم من محيط فيه شويه كما قلت سيادتك بعض ربما المؤشرات اللي تخلي أنه يأثر في هذا الفيروس أنه يمنعوا منها؟ هو وحمد الله مش الناس الكل تتأثر تأثير سلبي، لكن فما دابوغ تفيق به بكري، تبدأ بكري، تبدأ مش بكري تحمي روحك، تاخو الحاجات اللي تقوي المناعة. هو معناتها احنا نعرفوا تقريبا 85% من الناس اللي يمرضوا بالمرض هذا معناتها يتعداو سلامات، فما حتى شكون ما يفيقش بروحه اللي هو مريض. صحيح المسن عادة فما شوية علامات، معناتها صعيب شوية باش تلقى مسن ما عندوش علامات بالكل، لكن الحمد لله فما ناس مناعتهم مازالت يحافظوا عليها، يتعطوا الرياضة، ياكلوا مليح، فما ويزمهم يكونوا مثل هذوكم اللي. والجانب النفساني عنده دخل في المرض؟ الجانب النفساني في يعاون في وقت اللي المسن يقول لي ايش به مرضت، اما كيما لازمني نقاوم، يلزمني ناخذ، ما لازمنيش نسلم، يلزمني ناخذ دويه، ما نقولش ليه سايك هو انا عندي برشا امراض اخرى توا فات عليا الفوت. لا لا، فما ادويه تعاون، فما اون بريزون شارج تعاون، فما وقت زاد المرض يلزمه شويه وقت باش يتعدى، لان ما لازمناش نسلمه. هو نفسانيه يقول لك ديما شطر الدواء نفسانيه الانسان، معناتها قدرته على المقاومه وحبه انه يقاوم وتمسكه انه يقاوم انه يخرج منها، ارادته انه يتجاوز المرحله هذه. اذا دكتوره اهم النصائح اللي نجموا نعطيوها لكبارنا في السن بطبيعه مش ليهم هما فقط بل للمحيطين بهم، وان ربما هذه رحمه ونعمه من عند ربي، ان كنا كان دكتور فوزي عداد كان موجود هوني وكان قال انه ربما الدور اللي لعبوه الصغار في العمر يعني اللي عمرهم 40 والاولاد الناس الكبار انهم حماوا الناس الكبار وخليهم في البيت وخرجوا هما للشارع وهما اللي اشتروا الاغراض وهما اللي قاموا بحملهم ونقلهم الى ربما المستشفيات بكل حذر وبكل معناها بكل حماية. اليوم شنو الدور اللي يلزمه يلعبه المرافق لهؤلاء المسنين إذا كان أولادهم وإلا أقربهم وإلا الناس اللي تباشر في مرضهم يعني تزورهم كل يوم، الممرضين الإطار الطبي وشبه طبي اللي نجم يؤدي لهم الخدمة بالبيت؟ هو باش يقعد الطريقة الوحيدة لحماية المسنين هو بين ذفرين لو كونفينمون، انهم يبعدوا قدر الاستطاعة على الاختلاط بالناس. علاش؟ على خاطر تشوفوا احنا الاولاد الصغار الاحفاد اللي يطلوا ويجيوا الخلطة برشا، ما نعرفش انا نجم المسني نجم يكون معناتها تخالط مع انسان حامل للفيروس هو ما عندوش العوارض لكن يعدي، دونك هذيك الاشكال. الوغ صحيح في المرحلة في الموجة الأولى كان فما معناتها حملة اجتماعية كبيرة، كانوا الجيران يهزوا لبعضهم، كانوا أنا نعرف جماعة فما قسموا في الحومة كل إنسان كهل ياخو على عاتقه زوز عائلات مسنين فيهم مسنين ويهزوا لهم القضية ويجيبوا لهم القضية. ألوغ بيان سور يحطوا لهم القضية قدام الباب باش ما يدخلوش، ما نسلموش، ما نبوسوش، ما نصافحوش بيدينا طبعا، لكن معناتها يقضيوا لهم قضيتهم الكل باش ما يخرجوش، زادا يتفقدوهم، ما يحتكوش بالناس، يتفقدوهم زاد شنو احوالهم، يجيبوا لهم دوياتهم، خاطر ما يلزمش المسنين يخافوا من المرض الكوفيد ينساوا الامراض الاخرى. احنا بعد ما رجعنا نخدموا بعد الكونفينمون شفنا برشا مشاكل طبيه ناتجه على معناتها الامراض العاديه المزمنه هي اللي تعكرت، مش الكوفيد اما الامراض العاديه تعكرت. بالنسبه للعائله نحاولوا قدر الاستطاعه نقعدوا بتواصل مع المسنين حتى وكانهم
بين ظفرين ايزولي منعزلين، لكن منعزلين لكن نكلموهم بالتليفون، نعملوهم بالسكايب بالتليفون، معناتها حتى نجموا نمشي ونطلوا عليهم، نقعدوا بعاد شويه، نهزوا لهم فطورهم، يعني نحسوهم اللي راهو ماناش ناسينهم، نتفقدوهم صباح وعشيه وليل، على خاطر ما نعرفوش شنو ينجم يصير في اي وقت. المسن زاده ما يلزموش خاطر قاعد في الدار ما عادش يتحركوا، لا ما لازمناش نتيحوا في السيستم هذاك، يلزم يحاول يمشي، يقعد شويه في الشمس، ياكل مليح، يشرب مليح، ويرقد مليح، راهو كلهم عوامل تقوي في المناعه، وهذا يمكن اللي الناس يمكن تجهلوا شويه، نوم باهي برشا برشا، ماكله متوازنه خاصة خضرة وغلال، برشا ماء يكون دافي، ماذا بينا ما ناكلوش ياسر، ما ناخذوش ياسر الماء البارد، دواياتنا نحافظوا عليهم بطريقة منتظمة، ما نقعدوش مثالش نهار ولا اثنين وفي عليها دواء السكر وفي عليها دواء ضغط الدم، لا، العائلة يلزمها تجيب الدواء، تقرا حساب ديما يكون عندنا مؤونة هكا نتاع شهر شهرين، أي فوالا نتاع كيما مؤونة الماكلة نعملوا مؤونة مؤونة الأدوية باش ما نقعدوش بلاش وما تتعكرش الحالة. التليفون احنا في اول الوقت الموجه الاخرى قلنا مصاب الشركات نتاع مش باش نسمي نتاع التقنيات الحديثه نتاع التليفون يعملوا لهم سوم باش يتواصلوا مع اصحابهم احفادهم باش ينساو يعديوا الوقت خاطرهم جانب نفسي هام جدا العزله مش باهي عند المسن هذاك علاش قلنا معناتها كونفينمون اما ماهيش عزله يلزم لا عزله معناتها نفسانيه ولا عزله اجتماعيه يحسوا اللي رغم اني بعاد شويه ما راهو يسوفي معناتها تصير اي حاجه ناس كل باش تجيهم الجار يطلوا عليهم ساعات حتى عاد من العائله مش لازم ولده ولا بنته نجم ولد اخته القريب واللي نجم يطل باش هما ما يتاثروش نفسانيا. العوده المدرسيه صارت البارح ورجع ايضا رجعوا صغار بالكل زادا يمشيوا للروضات. برشا امهات تخلي الاطفال يتلهوا بهم كبار السن يعني الام او الاب يهزوهم والا يكونوا قاعدين معاهم معناها جاردوغي يعملوها في البيت ويكونوا هما لاهين معناها المراه تمشي تشتغل وتخلي ابنها صغير اللي ما التحقش بالمدارس يكون عندها او بالمحاضن يكون موجود في هالعائلات هذوما. كيفاش تنصح الامهات هذوما كيفاش باش يتصرفوا مع عودتهم الناس كل رجعت اليوم تخدم والاقتصاد يلزم يدور والناس كلها في حاجه الى هذا العمل. انت حطيت صبعك على فريمون على الوتر الحساس لانه واكثر من هكا توليو الناس يقراوا صغار نهار بنهار معناتها بالحق فما اشكال. انا حقيقه نقول الصغار لازمهم يبعدوا على العائله الكبار ما دايش نكونوا متفاهمين فتره معينه راهو صغير يخوف دون لوسونس بالنسبه للمسن معناتها ينجم هو حامل فيروس يعديه باش نقول لك يا اما يقعد عند الجد وجدته يقعد على طول ما يمشيش للروضه مادام روضه دونك ينجم صغير يقعد في الروضه فماش دخول وخروج ما ثماش معناتها كونتاكت مع الناس الاخرين هذاك ممكن اما ندخل ونهزوا للروضه ونرجعوا عند المسنين خاصه يبدا ولا نهزوا حتى للمحلات التجاريه الكبيره والحفلات او عيد ميلادات الا ماتوا نرجع لا باش نكونوا متفاهمين يا اما معناتها باش يكون فما ان شوا اختيار يا اما نحافظوا على رواحنا ونحافظوا قولهم خاف على امك وبوك قبل ما تخاف على روحك خاطر انت صغير تنجم تعديها دونك حلي يا يعني نخليه صغير معانا ويعمل كونفينمون مع المسن يا اما نهزو صغيرنا نحبوه يعيش فما ناس يقول لك لا توا خليه يتلقح طبيعيا وخليه ياخذ الفيروس يلزم يتحمل مسؤوليته ان توكا بعيد على المسن شكون يتحمل المسؤوليه؟ يولي الاب ولا الاب الطفل معناها يلزم يحب يهز فما ناس حتى قاعده تدور الحكايه ليه خليه يمرض باش ياخذ المناعه صغير يمرض ديجا صغار خطر صغير برشا الحالات الخطيره قليله برشا اما المسن راهي الحاله صعيبه اي الحاله صعيبه دونك ماذا بينا اون فان شو انا شخصيا ننصحهم يخليوهم اللي ماهمش يقراوا ان توكا في الراوي انا ننصحهم نخليهم مع الاباء والاجداد فما علاقه كبيره اسبوع كامل اسبوع في الويكاند في الاخر الاسبوع والام يشوفوهم صغيرات هذوما هو ايديالمون ماذا بينا مش نقول معناتها يجيو ياخذوهم في الويكاند كدخول وخروج كل يوم خاطر الكهل زاد يدخل ويخرج معناتها هو عرضه انه يكون في علاقه مع برشا عباد دونك حتى راهو اولادهم مش احفادهم بركة اولادهم ماذا بينا حتى كي يدخلوا من الباب ما يبوسوش ما يسلموش يعني ديما اللي عملناه ريت في الموجه الاولى الكل هذاك يلزمنا نعاودوا نطبقوه حفاظا على صحه المسنين. واضح اذا في الجزء الاخير هذا فما ناس مرضت وبرات كانت كوفيد بلس مسنين اليوم شو النصائح اللي تعطيهم؟ نعرفوا اللي الدراسات الاخيره ورات انه فما تاثير
على الجسم، الالتهابات اللي صارت ودخول الانعاش، مش كما عبد ما دخلش بالكل الانعاش وتلقى ربما علاجات، وايضا الجهاز التنفسي كان تعب شويه وبعض الادويه نتاع الالتهابات. كيفاش تنصح الناس هذوما؟ وهل هي حياه عاديه من بعد مع العلم انهم مصاحبين والامراض الاخرى مصاحبتهم، الامراض المزمنه كما السكري وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الجهاز التنفسي؟ هو اكيد كيف انسان يمرض وخاصه يوصل لمرحله الانعاش، هذا يعني انه من ناحيه الجهاز التنفسي فما ديديغا، فما حاجات صاروا تأثير واضح موجود نشوفوه في السكانير، معناتها التاثير واضح. باش يعاود يرجع هو سما باهي كيف رجع وكل باش يعاود يرجع حياته، يلزم يستحفظ على روحه برشا. نحب ناكد على حاجه اللي هو التلقيح ضد الفاكسين غريب، عندها ضد الانفلونزا. والله نقول لك حتى اللي عمره ما لقح، انسان عمره ما لقح وعنده سكري وعنده ارتفاع ضغط الدم او عنده ارتفاع ضغط دم وحده ولا سكري وحده وباش يلقح، هل ماهوش ريسك انه ياخذ يقول لك مع الكوفيد مع ما نعرفش؟ بالعكس، شنو اللي في فمه؟ اي هو في الحقيقه الخوف، لانه مش مجرب انه يرائي لقح. فما ناس مستانسه تعرف بيه. هو لي ريكومونداسيون كل انسان عمره 65 سنه فما فوق بخلاف بغير الكوفيد يلزمه يلقح به، إضافة معناتها أكثر وأكثر كي يبدأ عنده مرض مزمن، كان عنده مرض القلب وشرايين، مرض في الجهاز التنفسي، يلزمه يعمل السنة، يلزمه يعمل معناتها ثلاثة ولا أربع حاجات يخليوه. فما ناس يقول لك أنا مستانسة نزرق نعمل الفاكسان، أما نمرض بالإنفلونزا العادية. نحب نقول اللي راهو كي نعملوا الفاكسان مش ما نمرضوش بالكل، راهو نمرضوا بالإنفلونزا لكن تكون خفيفة، كي ناخذوا دواء نبراو فيسا، مدة البيريود نقعدوا فيها مرضى أقل، العوارض تكون أخف، المناعة تقوى شوي، وخاصة باش يكون عندنا أقل إنفلونزا فما يكونش الخلط بين الانفكسيون بالكوفيد والانفلونزا. راهو الاشكال توا كل انسان عنده سخانه ولا يكح، معناتها ولاو الناس يغزروا له على جنب، معناتها تقولش عليه حاجه خايبه. لا، هي باش تسهل العمليه على الطبيب، باش على الطبيب وعلى الاطار الطبي، باش تخفف كيف يمرضوا الناس اقل، يخفوا عدد المصابين والناس اللي تمشي للمستشفيات، باش نجموا نكونوا عندنا القدره ان نتلهاو بالمرضى الحقيقيين اللي حقيقه عندهم، ما نقعدوش نعملوا في اللي تيست على ناس اللي هما في الحقيقه ما يستاهلوش ان نعملوا. العدد احنا التيست اللي عندنا محدود، دونك يلزم يكون سيبلي، معناتها ما يعمل التيست كان الانسان اللي فما ريسك عنده اي فعلا. دونك نعاونوا باشره والاطار الطبي والشبه الطبي. فما حاجة حبيت نقولها، هي لمحة بسيطة على العوارض عند المسن اللي قد تكون ماهيش نفس العوارض عند الإنسان الكهل. ونبدأ بالسخانة، تعرف من أهم العوارض عند معناتها المريض بالانفكسيون كوفيد هي السخانة. ألوغ عند المسن قلنا بكر ينجم ما عندوش سخانة بالكل، أكثر من هكا ينجم السخانة تطيح وتنجم تصير شكون أبل أون أوسيلاسيون، معناتها السخانة تطلع في الصباح 39 في الليل تهبط 36.5. ما نقولوش ليها وبرا حاجه، لا، هذيك اللي تطلع وتهبط هذيك علامه من علامات اوسيلاسيون. معناتها دكتوره العيادات يلزم للمسنين كيف يحسوا باي وعكه يلزم نخرجوهم نمشيو نهزوهم للمستشفى، يلزمنا نعديو، يلزمنا ما نستسهلوش اي مرض. دايوغ من الحاجات اي معناتها علامه جديده ماهيش مستانسه تجي عنا توا هي كوفيد، يقول لك نحميه باش ما نخرجوش، لكن يحاول يحميه تحميه باش ما يخرجش يحوس، ما يخرجش يمشي يقضي. اما وقت الامراض معناتها باش يمشي عادي وقتها تحميه. اكيد تمشي ديما تحاول تاخذ موعد في وقت بعيد، فاسون توا سيستيماتيكمون ولينا نعملوا معناتها تباعد بين العياده والعياده والكل. فما حاجه اخرى، فما المسن اللي نلقاوه تو سامبلومون ولا تعب، احنا نسميوها التيراسيون دو ليتات جينيرال، تحسوا تاعب ما فماش علاش، هذا كنشكوا فيه. انسان اللي يشيح من الماء، انسان معناتها لا دينوتريسيون، سوء التغذيه، قله التغذيه ولا سوء التغذيه، معناتها اللي ضعاف تحسوه بطريقه غير عاديه. انسان الكبير يولي يتيح، اللي حتى الان كان يمشي عادي يولي يتيح. الانسان اللي عنده مشاكل كرشه، معناتها اسهال، معناتها تقيؤ، هذوك الكل حاجات غير عاديين عند الانسان بصفة عامة. أي علامة جديدة عند المسن ما نلقاوهاش تفسير، يلزمنا نخمو في الكوفيد حتى يثبت عكس ذلك. واضح. إذا في أقل من 40 ثانية كنت في البداية تحدثت على أغذية أو غذاء
يقوي المناعة كيف شنو مثلا؟ كل ما هو قوارص الفيتامين سي، كل ما هو قوارص وبرقدين، فما زاد لو زنك، الزنك اللي هو موجود بون تلقى في لي زويتر، في لا في الكبده، يشري في الكبده، في الكراب، صحيح القوم في الفواكه مش برشا، نجم نلقاو حتى في الدجاج، فما اقليه لي سيريال اقليه شوي، اما موجود السمك لا مش بصفه كبيره. دو توت لي فاسون نذكروا في مخنا معناتها فطور اكيليبري، ماكله متوازنه فيها كل شيء، فيها برشا خضره وغله، بقدره الاله تحمينا وتعمل لنا معناتها مناعه بالقدا. شو جازي ليك حاجه صغيره بربي، فما ناس بعود يلبسوا الكمامه قاعدين يلبسوا فيك الفيزيير، عرفتها كلي هابطه هك، نحب نقول راهي هذيك ما تعوضش الكمامه فوق البافيت، حاجه باهيه خاطر تولي مناعه اكثر، تولي ما تمسش بصبعك وما تمسش، اما رايك تحطها راهي محلوله من الجناب، الشاي يبدا داخل خارج يعيشكم، هذيك ما تعوضش الكمامه. واضح. شكرا جزيلا لك دكتوره والاستاذه سندس بكر على قبولك الدعوه وحضورك معنا ومدنا بهذه النصائح للساده المشاهدين. هكا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، موعدنا معكم يتجدد ان شاء الله غدا في نفس التوقيت، الى اللقاء.